أما إليك فلا. كلمة سيدنا إبراهيم قالها لجبريل عليه السلام لما جاءه وهو في النار، بتدل على اليقين القوي لسيدنا إبراهيم عليه السلام، وإنه إنسان رباني ومكتفي بالله سبحانه وتعالى. صحيح هو ممكن ياخد بالأسباب، لكن بتبقى في مرحلة أعلى شوية الإنسان بيسلم فيها لربنا سبحانه وتعالى وبيقول له يا رب أنت رب الأسباب وأنت محرك الأسباب وأنت تعلم بحالي، فاكفني بعلمك عن سؤالي يا رب العالمين. سيدنا إبراهيم وهو بيقول له أما منك فلا، وهو بيقول حسبي الله ونعم الوكيل، مش فارق معاه على فكرة إنه ينقذ من النار وإن ربنا يطفئ النار أو إنه يحرق بيها. سيدنا إبراهيم وضع في النار وترك الأمر لله سبحانه وتعالى وسلم نفسه لله، فربنا نجى سيدنا إبراهيم وقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ربنا كمان قال للكافرين أو قال عن الكافرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هنا ربنا كفى سيدنا إبراهيم شر هؤلاء الكافرين وما أرادوا به. العبد المستكفي بالله يعني اللي عنده اكتفاء بالله بيرمي حموله كلها على ربنا، ولو اتحطت قدامه كل الأسباب قبل ما بيروح للأسباب بيلجأ لربنا سبحانه وتعالى وبيقول له يا رب اكفني أنت بما شئت وأنا شئت. العبد الرباني حل لسانه بيقول إيه؟ بيقول أنا مكتفي بربنا. يعني إيه مكتفي بربنا؟ يعني بيقول دع التدبير إلينا فأولو التدبير هلك، دع التدبير إلينا نحن أولى بك منك. هو حس إن ربنا سبحانه وتعالى محيط به في كل حركاته وكل سكناته، في كل خطوة بيمشيها في حياته عارف إن ربنا محيط به. دايماً بيقول والله من ورائهم محيط، دايماً بيتمثل قول لله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فسيكفيكهم الله، يعني ربنا هيكفيك شر أي حاجة. العبد الرباني بيمشي ورا سيدنا موسى عليه السلام لما خرج فرعون وقومه وأرادوا أن يهلكوا موسى ومن معه. سيدنا موسى قال هي كلمة واحدة بس، هي كلمة كل عبد رباني وهو بيقول لهم كلا، بيعترض على كلامهم، إنا لمدركون، بيقول لهم أبداً إن الله لن يضيعني، كلا إن معي ربي. العبد الرباني دايماً مكتفي بربنا سبحانه وتعالى ومش قلقان من أي حاجة ممكن تحصل، لأنه عارف إن ربنا هيكفيه وربنا هيحميه. كلنا بنتعرض لمشاكل في حياتنا، بس مين فينا اللي بيبقى عبد رباني وأول حاجة بيفكر فيها إنه يكتفي بالله سبحانه وتعالى؟ يعني إيه مكتفي بربنا سبحانه وتعالى؟ يعني لما تتعرض عليه المساعدة يقبل المساعدة من ربنا سبحانه وتعالى أول حاجة، وبعدين بقى يبدأ يبص لمساعدة الآخرين. العبد الرباني لسان حاله بيقول حسبنا الله وكفى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فحصل معهم إيه؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. العبد الرباني بيقول حسبي الله ونعم الوكيل. يعني إيه حسبي الله ونعم الوكيل؟ حسبي يعني كفايتي، يعني أنا مكتفي بالله سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، في وقت المشاكل في وقت التربص، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني لما بتحصل ابتلاءات أول حاجة بيروحوا لربنا فبيزدادوا إيمان، فلما يحسوا إنه في معية ربنا يبدأ يقول أنا مكتفي باللي ربنا هيعمله، حسبي الله ونعم الوكيل. لما بيقول حسبي الله ونعم الوكيل الإيمان بيزيد والرضا بيزيد، بيرضى بكل قضاء ربنا لأنه عارف إنه كل قضاء الله خير، فيقول حسبي الله ونعم الوكيل فربنا يكون أكرم منه ويزيده من فضله. ربنا بيقول عنهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. اكتفايتك بربنا هتديك رضا، هتديك طمأنينة، هتخليك عبد رباني، بس انت قول حسبي الله ونعم الوكيل وخليك راضي بكل اللي ربنا يقضيه ويجريه عليك من أحكامه. يعني إيه بقى الاكتفاء بالله؟ الاكتفاء بالله يقول لك عنه ذو النون المصري وهو أحد الصالحين العارفين بالله سبحانه وتعالى، يقول لك هو ترك تدبير النفس، يعني سيب أمرك لربنا. طبعا هنا ترك تدبير النفس مش معناها أن أنت ما تخططش وأن أنت ما تجتهدش وأن أنت ما تعيش حياتك وأنت واخد بكل الأسباب أبدا، لكن ترك تدبير النفس من ناحية القلب، يعني قلبك ما يبقاش مشغول، أنت بتاخد بالأسباب وسايب الأمر لله سبحانه وتعالى. يعني قلبك يبقى مطمن إن كل قضاء الله سبحانه وتعالى هيكون خير ليك،
يقول لك ويقوي العبد على ترك التدبير والاكتفاء بالله سبحانه وتعالى علمه بأن الله يعلم ما فيه وأن الله يراه وأن الله مطلع عليه. أحد الصالحين بيقول دخلت المسجد أصلي فوجدت طفل 11-12 سنة بيصلي وبيبكي، فبعد الصلاة قعدت معاه وقلت له يا بني ما الذي يبكيك؟ قال له يا عم أنا طفل يتيم، مات أبي وماتت أمي. فقال له يا بني أتقبل أن تكون ابنا لي؟ يعني عاوز يتبناه. فقال له يا عمي أسألك سؤالا فأجبني. قال له إذا جعت هل ستطعمني؟ قال له أجل. قال له إذا مرضت هل ستشفيني؟ فقال له يا بني لا أملك هذه. قال له طيب إذا مت هل ستحييني؟ قال له لا. قال له إذن فدعني للذي إذا جعت فهو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. خرج العبد وهو يقول سبحان الله سبحان الله، قلوب اطمأنت بالله. هذا العبد الصغير عبد رباني يعرف من المعاني بالله سبحانه وتعالى ما لا يعرفه كثير من العلماء، يعرف علم هو علم الحقيقة، علم بالله سبحانه وتعالى. شوف قد إيه طفل صغير يبقى واقف على مقام عالي لأنه عبد رباني، واقف على مقام سيدنا إبراهيم بيقول نفس الكلمات اللي القرآن حكاها عن سيدنا إبراهيم، لأنه شرب من نفس النور فكان عالما بالله سبحانه وتعالى وكان مكتفيا بالله. كلمة بتهزك قوي في القرآن الكريم لو وقفت قدامها بقلب كله إيمان ونور، ربنا بيكلم بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبيقول له أليس الله بكاف عبده؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى مش قادر إن هو يكفيك؟ كلمة فيها عتاب شديد، أليس الله بكاف عبده؟ لو سمعتها بقلب كله يقين وكله إيمان هتلاقي حاجة في أعماق قلبك بتتحرك، هتقول له بلى يا رب أنت حسبنا ونعم الوكيل، بلى يا رب أنت حسبنا وكفى. لما يبقى عندك يقين قوي بالله سبحانه وتعالى وتطلب الكفاية منه ربنا هيكفيك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من استكفى كفاه الله، يعني من طلب الكفاية ربنا سبحانه وتعالى يكفيه. اللهم اكفنا شر ما أهمنا، ده دعاء كثيرا بنقوله لكن احنا ما بنبقاش عارفين احنا بنقوله وبنطلب بيه ايه. لما يبقى عندك هموم اللي هيكفيك شر الهموم دي هو ربنا سبحانه وتعالى. لما بيكون عندك امتحانات، لما بيكون عندك مشوار طويل في حياتك محتاج حد يساعدك فيه، اطلب الكفاية من الله هتلاقي ربنا بيكفيك. حتى وانت في أصعب الظروف إذا طلبت الكفاية من ربنا بصدق ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيكفيك، أليس الله بكاف عبده. شوف الغلام الصغير في قصة أصحاب الأخدود التي ذكرت في سورة البروج، هذا الغلام الذي تربى على اليقين بالله سبحانه وتعالى وجاء يحدثهم أن المستحق للعبادة هو الله وافتتن الناس به، الملك غضب غضبا شديدا وقال لهم لابد أن يقتل هذا الغلام وأمر به فأخذوه وصعدوا على الجبل. هذا الغلام وهو يصعد على قمة الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت وأنا شئت. جرب تقولها كده في حياتك في مواقف صعبة هتلاقي ربنا بيكفيك، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. قولك فتزلزل الجبل فتساقطوا ونجى الغلام بقدرة الله سبحانه وتعالى، فأمر به أن يغرق في البحر، جاب الجنود وقال لهم غرقوه وخلصوني منه. فلما ذهبوا به إلى البحر دعا الله سبحانه وتعالى وقال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، فغرق الجنود جميعا وجاء الغلام إلى الملك مرة أخرى قال له اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، فكفاه الله. حاتم الأصم كان أحد الصالحين وفي يوم من الأيام أراد إن هو يخرج إلى الحج، وهو خارج للحج ما كانش عنده فلوس وعياله جعانين ومش عارف يعمل إيه. على فكرة القصة ممكن الناس تقول أنتوا بتأفوروا قوي وإن الناس دي سايبة الموضوع قوي كده على ربنا، على فكرة ممكن ناس كتير قوي من اللي بتسمعني تكون حصل معاها الموقف ده، كان عاوز يحج
وساب أموره على ربنا سبحانه وتعالى، وممكن ما يكونش معاه نص المبلغ اللي يطلع به الحج، فربنا يسر له الأمور ويقول والله أنا حجيت، ما أعرفش أنا حجيت إزاي، أنا بس نويت وربنا سبحانه وتعالى يسر الأمور. اللي كان عاوز يجوز بنته وربنا كفاه وساعده وسهل له الأمور. اللي كان عاوز يشتغل وربنا فتح له باب واشتغل، ما يعرفش يشتغل إزاي. أقول لك لما يحصل معاك كده أقف بس قدام الآية دي وقول أليس الله بكاف عبده، ساعتها هتقول لا ربنا كافي عباده، ربنا واقف معانا، ربنا ما بيسيبناش. حاتم الأصم قرر إن هو يحج، ولكن حالته وظروفه كانت صعبة جدا. ساعتها قال لعياله لو تأذنون لي في الحج هذا العام أنا عايز أطلع حج. فكلهم قالوا له يعني إزاي تحج وأنت في هذه الحال، لا تملك النفقة والزاد وتتركنا جوعا لا طعام لنا ولا شراب. فبنته الصغيرة قالت لهم دعوه وما أراد فقد عهدناه مناولا للرزق، يعني ده بيجيب لنا الرزق، وما عهدناه رزاقا. شفت اليقين بقى القوي بتاع البنت الصغيرة. البنت الصغيرة كبيرة القدر لأنها كبيرة اليقين والاكتفاء بالله سبحانه وتعالى. فقالت له توكل على الله فإن الله لن يضيعنا، هي نفس الكلمة اللي قالتها السيدة هاجر عليها السلام لسيدنا إبراهيم، إذن لن يضيعنا. خرج حاتم الأصم وهو لا يملك من حطام الدنيا شيئا وترك أولاده. البنت الصغيرة كان العتاب كله من الأسرة نازل عليها. البنت دعت ربنا سبحانه وتعالى واكتفت بالله وسابت أمورها بقى على ربنا وتوكلت عليه، وربنا إن شاء الله مش هيضيعها. مفيش يوم إلا والأمير كان معدي ومعاه بعض الجنود والأصدقاء كانوا خارجين في رحلة صيد، ولكن عطشوا فحبوا إن هم يشربوا، فخبطوا على باب حاتم الأصم. فخرجت زوجة حاتم الأصم من بالباب، قال الأمير، أمير المنطقة، الأمير. فدهشت رفعت بصرها إلى السماء وقالت إلهي وسيدي ومولاي بالبارحة بتنا جوعا ولا طعام لنا والساعة يقف الأمير على بابنا. الست لسه ما تعرفش حاجة، لسه ما تعرفش هو الأمير عاوز إيه، ولكن هي مندهشة ومستغربة. فطلب الأمير الماء فأعطت الماء للأمير فشرب الأمير واستعذب الماء، يعني الماء كانت حلوة جدا وهو بيشربها كأنه لم يشرب مثلها قط، ما شربش زيها قبل كده. فقال بيت من هذا، أمير من الأمراء؟ فقالوا لا. وزير رد عليه وقال له هذا بيت حاتم الأصم، رجل من الصالحين، ربنا سبحانه وتعالى الذي حركه، اللي حرك الأمير ودله على بيت حاتم الأصم، أمر الأمير أن يخرج كل ما عنده من مال في جيبه، وأمر الجنود أن يخرجوا ما معهم ويلقوه في بيت حاتم الأصم. والبنت تبكي، فالأم والأسرة يعني يقولوا لها عجبا لك أيتها الصغيرة، أتبكين في مثل هذا الموضع، موضع الفرح؟ قالت لها يا أماه عجبت لنظرة من مخلوق من خلق الله أنها أغنتنا وغيرت مكانتنا، فكيف لو نظر إلينا خالق السماوات والأرض؟ إن الله إذا نظر إلينا فلن يكلنا إلى أحد من خلقه ولن يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ده الاكتفاء بالله سبحانه وتعالى، درس عملي إن العبد يبقى مكتفي بالله سبحانه وتعالى. لما ربنا يقول له أليس الله بكاف عبده، يبقى العبد مسلم بقلبه ويقول له بلى يا رب، أنت كفايتي، أنت عنايتي، أنت رعايتي، حسبي الله وكفى. حاتم الأصم وهو في الطريق في الرحلة، أمير الركب يعني قائد المجموعة قائد الرحلة مرض، فدوروا على دواء فما لقيوش، فقالوا طيب شوفوا لنا حد من الصالحين يرقيه، يمكن ربنا يشفيه أو يدعي له ربنا يشفيه بدعائه يعني. فبحثوا فلم يجدوا إلا حاتما، فخدوا حاتم ودخل على هذا الأمير فدعا له بالشفاء فشفاه الله سبحانه وتعالى. فالأمير اتبسط ودى الحاتم لما عرف طبعا أنه معوش حاجة، أعطاه ركوبة يعني اداله دابة يركبها لحد الحج، واداله فلوس وأكله وشرب. حاتم لما
حصل معاه ده كان مشغول بولاده شوية، فصلى ودعا الله سبحانه وتعالى متضرعا إليه بيقول: يا رب قد أصلحت حالي، اللهم فأصلح حال عيالي. بيدور بقى على عياله، فهو نايم جاءته رؤيا يهاتف فيها، يعني بيتقال فيها: يا حاتم، إذا أصلح العبد ما بينه وبيننا أصلحنا ما بيننا وبينه. فلما حاتم حج ورجع وجد إن ربنا أغناهم وربنا كفاهم، فجاءت الطفلة الصغيرة تسلم على أبيها، فنظر إليها، لما نظر إليها قال لها: صغار قوم كبار آخرين، إن الله لا ينظر إلى أكبركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. البنت صغيرة ولكن قلبها مليان بالإيمان وقلبها عامر بيقين بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم هو مضرب المثل لنا في الاكتفاء بالله سبحانه وتعالى، اللي ربنا بيقول له: فسيكفيكهم الله. في سورة الضحى لما ربنا سبحانه وتعالى بيكلم سيدنا محمد بيقول له: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هنا دي كفاية من ربنا سبحانه وتعالى. لو قعدت تدور في كل حياتك هتلقى أنت كمان كنت يتيما فأغناك الله. يتيم مش لازم يتيم الأبوة، ممكن يتيم في حاجات كتير جدا، ممكن تكون ضعيف وربنا قواك، ممكن تكون ملكش سند وكان ربنا سندك، بس انت ممكن ما تكونش حاسس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له: ألم يجدك يتيما فآوى، يعني هو اللي كفاك وهو اللي أواك، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. لو انت خايف على رزقك خليك مكتفي بربنا سبحانه وتعالى، ما تصارعش حد، ما تقلقش قلبك، خلي قلبك مطمن ان ربنا هيكفيك، وان ربنا قدره لك جاي لك وعارف مكانك اكتر ما انت بتدور عليه. كفايه ربنا سبحانه وتعالى ليك انك تحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. النبي يقول لك وانت خارج من بيتك: اذا قلت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، يقال لك على طول مباشره: كفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. يعني ربنا هيكفيك وربنا هيقيك من كل شر، والشيطان هيتنحى عنك. ده ربنا بيقول: ويرسل عليكم حفظة، يعني ربنا حفظك من غير ما انت تتكلم او تطلب من ربنا حاجة، فكيف اذا توكلت عليه واسلمت الامر اليه. لو خايف على رزقك وقلقان قوي، اسمع بقى كلام ربنا وهو بيقول لك: ما تقلقش واكتفي بالله شوية، خلي ربنا يكفيك شوية شر القلق والحيرة والتوتر اللي انت خايف منه. ربنا بيقول لك: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. دايما خلي كلامك: حسبنا الله وكفى، حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله ونعم الوكيل.